تواصل مملكة البحرين دعمها لكلية فاتل للضيافة بهدف رفض مختلف منشآت قطاع الضيافة بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة وفقا لأفضل المعايير العالمية. وتحرص كليات فاتل على المساهمة من خلال البرامج المتنوعة بالنهوض في القطاع السياحي والفندقي وتطوره ودعم رؤية المملكة الاقتصادية 2030. من منطلق اهتمام مملكة البحرين في القطاع السياحي والفندقي والنهوض بهذا القطاع الواعد، فقد قامت كلية فاتل للضيافة بالبحرين بدعم رؤية المملكة 2030 الاقتصادية من خلال تدريب ودعم الشاب البحريني لإكسابهم الخبرة العملية النوعية في قطاعات الفندقة والسياحة والضيافة. وتماشيا مع الخطط الاستراتيجية للسياحة، حرصت الكلية على توفير عدد من البرامج المتنوعة التي تشمل تنمية المهارات والإرشاد المهني والتدريب الداخلي لضمان تعزيز التواصل مع السياح. أحس من أول ما دخلت الجامعة صارت تغييرات في شخصيتي بشكل خيالي. خلنا نقول مثلا أن أنا كنت ما أعرف أنظم وقتي عدل، صرت الحين أنظم وقتي بشكل كلش سهل، يعني واشياء ثانيه مثل ان انا صرت واثق من نفسي لدرجه ان انا اقدر اروح لاي واحد I can start a conversation يعني with anyone. وغير عن الخبره اللي قاعد اتلقاها حاليا، قاعد ابني لنفسي علاقات وسمعه في هالمجال. هذا وستواصل كليه فاتل للضيافه في البحرين سعيها وعملها الدؤوب في تطوير البرامج والخطط التي تعنى بالفندقه والضيافه من أجل حصول الطلبة البحرينيين على فرص عمل فورية عند تخرجهم من الكلية وزيادة قدراتهم للمساهمة بتحسين مستوى الخدمات الفندقية في مملكة البحرين وتعزيز تنافسيتها. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.